بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مديرية مكتبة العرب، أهلا بيكم. درس النهاردة بإذن الله هيتكلم عن سرعات إنترنت أنتم مش هتشوفوها هنا في مصر ولا هتشوفوها في يوم من الأيام، تمام؟ هيتكلم عن إمكانيات أجهزة عمركم ما شفتوها، تمام؟ طبعا إحنا هنا في مصر إيه بنكح تراب، آخرك 2 ميجا 4 ميجا 8 ميجا يوم ما بتكون ملك ولابس قميص منتجوتو وماشي في الشارع، تمام؟ فانا دلوقتي عندي موقعين كده هنحتاجهم في الشرح. الموقعين دول عباره عن ايه؟ بيقول لك ان الاي بي بتاعك ودولتك ايه. هعمل له ريفرش كده، هيقول لي ان الاي بي بتاعي 197.1، واول ما تلاقي 41 تعرف انك ايه بتتحاسب في الدنيا تبع مصر، كايرو ايجيبت. اول ما تلاقي 41 في اي اي بي اعرف انه ايه حاجه مطينه بنيله، تمام؟ اهو فانا لقيته 197.41.80.227. بيقول لك ان انت في مصر، المزود بتاعك تي داتا، محافظة القاهرة ايجيبت. طيب موقع تاني هنحتاجه عشان ده انا بس احنا بنعرف احنا دولتنا ايه والاي بي بتاعنا ايه. موقع تاني هنحتاجه اللي هو ده اسمه سبيد تيست، بيعرفنا سرعة الخط بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، استغفر الله العظيم. تمام اهو هعمل ايه، بيجن تيست. اهو عندي هنا حاجة في الشمال اسمها بينج، اللي هي بيوري لك حتى سهمين رايح جاي، يعني انا ببعت لواحد طلب وبشوف الطلب بيترد عليه في قد ايه، ابعت لواحد طلب واشوفه يترد عليه في قد ايه، كانك بتبعت وترسل تبعت وترسل. هنا بيعمل بينج اهو 39 ملي سكند، تمام؟ سرعه الخط بتاعك 3 ميجا اخرك، ده انت كده يعني بتبقى يعني ملك. يوم ما تجيب الخط 8 ميجا الطلقة يعني برضو قدامك 20,000 سنة. سرعة الابلود بتاعك 512، شايفين 70 كيلو 72 كيلو بس كده اهو، زي ما انتم شايفين خط بيكح تراب، تمام؟ خط ضايع ضايع ضايع. طيب هتعمل ايه بقى علشان تقدر تمتلك جهاز قوي جدا وخط انترنت ما تتخيلوش، تتفرج من عليه، تحمل من عليه، وتخزن وتعين وترفع؟ محدش سأل نفسه ليه عرب سيد ومزيكا توداي وعرب لايونز ازاي الشباب اللي جوه ده بيقدر يرفع كمية الفيديوهات والافلام دي وبتحملها على طول فوري اول ما بتنزل؟ مستحيل طبعا يكون بيحمل من مصر، يستحيل، تمام؟ طيب هنشوف القصة بتتعمل ازاي شباب، هنشوف القصة بتتعمل ازاي، تمام؟ اول حاجة هتيجي على السيرش عندك هنا في الكمبيوتر وتكتب R اللي هي ريموت. R، لا معلش هنحول اللغة. R، لو كتبت ار كده هيجي لي حاجه اسمها ريموت ديسكتوب كونكشن، ريموت ديسكتوب كونكشن اهي، هضغط عليها. بصوا شباب ايه اللي طلع لي ده، طلع لي مربع صغير كده اهو، هنطلعه على ايه سطح المكتب علشان نشوف المربع اهو، تمام؟ المربع اهو هفتح شو اوبشن اهو، شايفين مربع صغير قد ايه، هيدخلني العالم تاني خالص عمرك ما شفته. اهو هفتح شو اوبشن دي، تمام؟ هكتب بيانات اي بي اللي انا هدخل عليه، المكان اللي انا داخله ده لازم يكون له عنوان، هنكتبه هنا كده اهو، تمام؟ بكتب هنا العنوان اللي بتاخده، عنوان المكان اللي انت رايح له. اليوزر نيم شادي اهو، طبعا بتاخد انت اليوزر نيم والباسورد، بتقول له سيف اليوزر والباسورد علشان مش كل شويه اكتبهم، عشان مش كل شويه اكتبهم، واقول له كونكت وننتظر كده نشوف هيقول لي ايه. تمام شادي. طب الباسورد بتاعك ايه؟ هديله الباسورد وهقول له ريمبر برضو وهقول له اوكي، تمام؟ وهقول له دونت اسك واقول له يس. بيقول لك ثواني حاضر هدخلك اهو. بصوا كده شباب انتقلنا العالم تاني خالص خالص خالص، شايفين المنظر اللي احنا عليه؟ اصبحت انت على جهاز كمبيوتر في دولة تانية خالص. عايزين نعرف احنا في دولة ايه، هفتح كده. اهو تمام يا شباب، عايزين نعرف كده احنا في دولة ايه وشغالين على ايه، تمام؟ هكتب ماي اي بي، الموقع اللي احنا شفنا فيه الاي بي بتاعنا. بصوا شوفوا حتى السرعة في الاداء، بصوا شباب دنيا تاني خالص، دنيا تاني خالص. اه بصوا شباب قال ان انت فين، فرانكفورت، تمام؟ المضيف مين، امازون. الدولة ايه، المانيا. اه ده انا في دولة تانية خالص. طيب افتح كده الايه
ادي تشلاند اعرف كده سرعتي ايه. سبيد تيست، سبيد تيست اللي احنا ايه جبناه وشفنا سرعتنا. بصوا بقى كده شباب، بيقول لي الدولة بتاعتي ايه. طيب هقول له وريني كده سرعتي ايه، عايزين نشوف سرعتنا ايه. ادي البنج اللي احنا اتفقنا عليه، اوف 2 ملي سكند. بصوا شباب بصوا 900 ميجا، بيوصل لكام؟ ل 900 ميجا في الثانية. 900 ميجا وانت كنت 3 ميجا عمال بتكح تراب، يا نهار ابيض. اهو بيوصل لكام؟ قال لك 900 ميجا. طب وريني كده يا سيدي الابلود بتاعك قد ايه؟ يا نهار ابيض، تخيلوا 1374 ميجا. يعني مجرد لو فكرت، لو فكرت بس ان انا اقول لحاجة تترفع اهو في وشها. بصوا شباب تخيلوا في سرعة بالشكل ده. طب تعالوا كده نفتح بقى يوتيوب ونتحسر على حالنا. تعالوا نفتح يوتيوب بقى ونشوف الوضع عامل ازاي. اهو اتفرجوا على حاجة جبارة. يعني خد بالك ان ده جهاز كمبيوتر نازل عليه ويندوز، بتتحكم فيه، بتعمل فيه كل اللي انت عايزه من بره. اه يوتيوب. بصوا بمجرد بس بمجرد ما بطلب بس الرقم، لكن احنا علشان التاريخ والوقت والدنيا دي كلها مش مظبط. هنشوف حالا اهو. بصوا كده يا شباب، لو انا جبت حاجة من قناتي مثلا، انت خد بالك ان الامر انت بتتعامل عادي خالص اهو، كأن الجهاز بتاعك في البيت عندك اهو. هذا القناة بتاعتي مثلا لو عاوز تشغل. بصوا الفيديو، بصوا الفيديو، الفيديو حاجة جبارة. يعني لو مثلا كيفية تشغيل كاش حقيقي، اي فيديو كده عايزين درس الاول في البرمجة مثلا. بصوا شباب بصوا السرعة بتاعته حاجة تانية خالص 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 اهو. بصوا شباب نسطب برنامج داونلود مانجر كده ونشوف. هنسطب برنامج داونلود مانجر ونشوف. اه اي دي ام هنسطبه ونعمل تحميل كده ونتفرج على الدنيا عامله شبهها ازاي. ما شاء الله. يعني بصوا شباب تخيل، يعني انت لو عندك سرعه 256 في مصر هتخش تتعامل على الجهاز ده باقصى سرعه تتخيلها. اه هي اساسا اهي تمكين الاضافه. تمام هنخش اليوتيوب تاني معلش اه علشان نجيب حاجه. فيلم مثلا اهو زي ده، عايزين بس اظهار تحميل. انا عايز التحميل علشان نتعامل سوا. لحظة هظبط بس برنامج التحميل ونشوف. بسطب برنامج انترنت داونلود مانجر اهو. يس نكست نكست. حمل اخر اصدار علشان يظهر لي بس تحميل هذا الفيديو. ماشي بصوا شباب، رحت جبت موقع برامج اهو احمل منه ويندوز 10 بروفيشنال اخر نسخة مثلا اللي هي 64. هقول له داونلود. هقول له داونلود اهو شباب. احفظ الملف. هننسخ رابط التنزيل كده ونجرب على داونلود مانجر. اه هو كده اتعمل اهو مع الفايرفوكس. جميل اه. لو حطيت رابط التحميل 3 جيجا. بصوا شباب
البوز كده ثواني، عايز بس اظبط تحميل عشان نشوف بيحمل بسرعة قد ايه. هقول له موافق، افتح الكونكشنات بتاعتي بس واقول له اوكي. ممكن يكون الرابط اللي ايه محطوط عليها. لا ممكن يكون الرابط نفسه، الرابط نفسه مش مظبوط. طيب هنجرب بقى، احنا قلنا اليوتيوب اهو حالا. معلش شباب كان اعدادات بس الويندوز، لان كنت لسه عامله دلوقتي. انا بعمل الريستارت للويندوز الخارجي اهو، تمام بيعمل ريستارتنج. كانت الاعدادات بس عايزه ايه تتظبط، هيرجعني دلوقتي لحد ما الويندوز يرجع، وهوريكم بقى دلوقتي هنعمل ايه. تمام يا شباب كده ايه رجع لي الجهاز تاني اهو. تمام كده، كده اللغه العربي اتظبطت. هنجيب برنامج الانترنت داونلود مانجر اهو نحمله، هجيب من مايكروتك العرب اهو. دلوقتي بقى بيكتب انا على الجهاز التاني اهو، انا كنت رافع برنامج التحميل، هضغط سيرش، جاب لي الموقع. الموقع ده برنامج الداونلود مانجر، هنجيبه كده اهو بالكراك كمان. هحمل يا شباب اهو، بصوا بصوا في لحظة. هعمل اكستراكت عادي كأنك بتتعامل على جهاز كمبيوتر عادي خالص اهو. هاي دام ده اللي هو انترنت داونلود مانجر احدث اصدار. تمام اهو هنشغل الريجستريشن. هنكرر كمان الداونلود مانجر. هنخرج كده من الداونلود مانجر عشان نكركه. وهذا الكراك. هذا كده ايه كركنا كمان، شغلنا الايه داونلود مانجر. جميل قوي. خليك معايا شويه ثواني كده نخش بس عندك ونشوف. هعمل اسمح بهذا التثبيت اهو كده. الايه الفايرفوكس اصبح عليه. جميل قوي. هنجيب هنا اي حاجه عاليه نحملها. ماشي هنشوف حالا يا شباب اهو. هحمل فيلم، بصوا كده بقى لقوه التحميل. بصوا شباب 64 ميجا في الثانية، 63 ميجا في، تخيلوا تخيل بتحمل بالسرعة دي. شايفين شايفين السرعة دي، تخيلوا تخيلوا شباب. اهدى ده جهاز كامل قدامك بتتعامل عليه زي ما انت عايز. جهاز كامل قدامك تتعامل عليه زي ما انت عايز. بصوا كده الهارد فيه قد ايه، الهارد فيه كام، هذا 172 جيجا، 745 جيجا، 745 جيجا. عايزين بس نحسبهم كلهم كام. لو حسبناه هارد كبير قوي، كبير قوي 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 بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شباب. شايفين اهو، وده مواصفات، هذا مواصفات الايه الجهاز الكمبيوتر. لا حاجة ما شاء الله عليه يعني. شايفين يا شباب
ادي مواصفات جهاز الكمبيوتر قدامك اهو، تمام. ادي الذاكره بتاعته اللي شغال عليه اوبريتنج كام، شغال عليه كام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا وريتك شكل السرعه اهي. اي حد يقدر يتملك ده بكل سهوله، اي حد يقدر يتملك ده، بيشغل بعين الحاجه بتاعته على الهارد جوه، بيشتغل على كل حاجه كانه بالظبط قاعد على جهازه. يعني تخيلوا لو انت حتى سرعتك 256 هتبقى متملك جهاز بالشكل ده، تفتح من عليه الفيسبوك، تفتح من عليه اليوتيوب، تفتح من عليه اي حاجه انت عايزها شغاله، ما فيش فيها اي مشكله، بتتحكم كانه جهازك بالظبط، تمام. انا وريتكم الشكل ووريتكم السرعات، وهذا الشكل عندنا والسرعات. الله يرحمنا بقى، شكرا ليكم.